السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت فضلت الشيخ، أنا شغال في تاجر في وكالة جملة. يعني إحنا بنبيع خضار جملة. وبعد ذلك؟ المهم في فلوس بتطلع الزراعة الفلاحين. فلوس؟ هل دي فيها شبهة ربا؟ يعني أنت بتعطيهم أموالا كقرض وتلزمهم بأن يبيعوا لك المنتج؟ بالضبط كده، لازم يجيبوا لنا المنتج. هذا قرض جر نفعا، وكل قرض يجر نفعا يعد ربا. أعني يجر نفعا للمقرض، بارك الله فيك.